أنتم تقولون أن التكفير ليس من هدي السلف ولا من علم السلف، لا، التكفير من صلب عقيدة الإسلام. ما هو التكفير؟ أن تكفر من كفره الله ورسوله، هذا هو التكفير المعتبر. باش تكفرنا معنا تكفروا الناس انتم بامكانكم. نحن لا نكفر شارب الخمر ولا نكفر الزاني ولا نكفر مرتكب الكبيرة، نحن نكفر من يقع في نواقض الاسلام المجمع عليها من قبل اهل السنه والجماعه والموجوده في الكتاب والسنه. ومن هذه النواقض الحكم بغير ما انزل الله وتشريع قوانين المخالفه لشرع الله، وهذا لا نستحي منه، لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول: الم تر الى الذين يزعمون بانهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى من؟ الى الطاغوت. قال ابن القيم: طاغوت كل قوم هو كل من تحكم اليه من دون الله، وكل من يسرع حكما يخالف شرع الله.